مينو ميناي أمريكية من أصول إيرانية، ارتحلت إلى ألاسكا ولم تكن تتوقع أن تعيش فيها منذ أن وصلتها قبل أكثر من 40 عاما. عندما وصلت هنا عام 1980 لم يكن هناك أي تنوع مطلقا، معظم من ستلتقيهم إما كانوا قادمين من أوكلاهوما أو تكساس، أما القائمون على النظام التعليمي فلم يصادفوا يوما فيزا لطالب أجنبي. أما ليزا كرافت فولدت وعاشت ودرست في المدينة، وهي الآن تشغل منصب المديرة في إحدى المدارس الابتدائية. يأتي الطلاب إلى هذه المدرسة من مختلف مقاطعات المدينة، وتنوع السحنات فيها يجعلها وكأنها مبنى مصغر من الأمم المتحدة. جميعنا يقبل الآخر رغم اختلاف الأشكال، والطلاب يجدون الراحة هنا. مدارس مدينة أنكريج الحكومية ليست كمثيلاتها في الولايات المتحدة. 3 مدارس في المدينة تحتل المراكز 3 الأولى على مستوى الولايات الأمريكية 50 في التنوع العرقي للعام 2023. المدرسة الأكثر تنوعاً هي هذه، مدرسة الشرق الثانوية على أطراف أنكريج. جنسيات وأعراق ولغات مختلفة تحتضنها أسوار هذه المدرسة في مدينة أنكريج أكبر مدن ولاية ألاسكا. ويحدث في هذه المدينة أيضاً أن يكتمل منذ أسابيع فقط بناء أول مسجد في الولاية. إلى جانب كنيسة كورية شيد مسجد أبو بكر الصديق. بدأ المشروع عام 2008 واكتمل قبل أسابيع معدودة. ولدت فكرة البناء مع ازدياد عدد المسلمين في المدينة، وعندما بدأت مصلياتها تضيق بالحاضرين. اليوم يضم المسجد طابقين ومكتبة، فيما يفكر القائمون عليه بإنشاء مدرسة خاصة لتعليم الأطفال. المجتمع المسلم هنا عبارة عن نسخة مصغرة من المجتمع في أنكريج المدينة الرئيسية في ولاية ألاسكا، وفيه تنوع يعني فعلا كبير. في عنا مسلمين من إفريقيا، بعدين في عنا جالية من الهند والباكستان كمان ما شاء الله كبيرة بشكل ملفت، وفي عنا وجود من إندونيسيا وماليزيا، وطبعا في من الوطن العربي سواء شمال إفريقيا أو دول البحر المتوسط مثل سوريا ولبنان وفلسطين. في المناسبات الدينية يتحول المسجد إلى مركز ثقافي يعكس الثقافات المختلفة التي جعلت من ألاسكا قبلة للمعيشة والاستقرار. أمجد المالكي، الحرة، أنكريج، ألاسكا.